نستعين ومنه دائما ودوما نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح. التحية تتجدد من أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية. وفي هذه الصباحية المميزة في أول أيام تدشين هذا السباق وهذا المهرجان، المهرجان الكبير والمثير، وهذا الكرنفال الشعبي الكبير الذي جمع هذه الأسماء والتي أتت له هذه الشعارات من كل حدب وصوب، من كل فج عميق للمشاركة في هذا الميدان. نبدأ مع شوطنا 18 والذي انطلق بالآمال الكبيرة، انطلق بالطموحات المثيرة، حمل في طياته القعدان نسير مع المركز الأول ومع الصدارة هناك مشهور. بدأ على المركز الأول وتقدم على الصدارة لجبر بن قاسم بن ربيعة الكواري متقدما ومعلنا للمركز الأول منذ البداية، بينما المركز الثاني الزناتي على المركز الثاني في هذه اللحظات لمحسن بن محمد بن بخيت الفيدة. المري يتقدم بالآمال الكبيرة، يتقدم بالطموحات المثيرة. من بدأ على المركز الثالث وتقدم ريسنج لسالم بن سيف بن معضد الخريباني النعيمي متواجدا على المرتبة الثالثة. أما رابع المراكز فهو مشغل لفهد بن فيصل بن طالب الفيدة المري. وخامس المراكز، خامس المراكز انطلق فيها المعرب، وصل في هذه اللحظات للخزع بن احمد الخزع بالعتة العامري، وصل في هذه اللحظات وتقدم في هذا المسار. اما ثامن المراكز فارى الهجوم والانطلاق، ارى الانطلاق الجميل ايضا هناك من انطلاقتي وتحديات الشعارات الواصله. هداد لعبد الله بن علي بن راشد المري. الله، هذه الخمسة المراكز الأولى التي عديناها على مسامعكم، ولكن العودة، العودة إلى المعرب، العودة إلى الخزع بن أحمد الخزع العامري المتصدر وحامل تحدياتي وأمال القطاع الجنوبي. بدأ على المركز الأول، بدأ على الصدارة والمقدمة، ولكن من وصل، من تقدم في هذه اللحظات يتحرك مشهور، يتقدم مشهور. الشر لمن في هذا التحدي يتقدم جبر بن قاسم بن ربيعة الكواري، يتجاوز على المركز الأول ويعلن الطواري مبكرا في انطلاقاته. هذا التحدي، المعرب على المركز الثاني، المعرب على المركز الثاني يتقدم مع الخزع بن احمد بالخزع بالعتة العامري. وثالث المراكز مشرف لسيف بن سهيل بن خيرة بن عيض العفاري. الله، الله، الوصول مع رابع المراكز، رابع المراكز رعد. انطلق لعبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري، ولكن العودة، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة هناك مع المتصدر والمتقدم. حتى هذه اللحظات هو مشهور، مشهور، ما زال على المقدمة، ما زال على الصدارة متفردا على رأس حربتي. هذا الشوط مع انطلاقة جبر بن جاسم بن ربيعة الكواري. الكواري، يا سلام، يا سلام، يا سلام، أداء جميل، تحديا مثير، انطلاقا رائعا وممتاز باللحظات الأخيرة واللحظات
الجميلة، انطلق على المقدمة، انطلق على الصدارة مع مشهور، وباعد عن المتابعين، باعد عن المشاركين، لينفرد ويتراقص ويتربع على عرش المقدمة. هناك جبر بن جاسم بن ربيعة الكواري الكواري، هناك مع المقدمة والصدارة الأولى يتقدم بهذا الشعار، يعلن الانتصار، يعلن الفوز المستحق عبر قناة الريان المتابعة لهذه الأحداث الجميلة. تهانينا تهانينا، والناموس من الأعماق نزفها إلى مالك مشهور جبر بن جاسم بن ربيعة الكواري على هذا الانتصار الجميل والرائع. بينما وصل على المركز الثاني، هناك مياس لعبد الله بالدودة بسويد العامري، وثالث المراكز وصل على ثالث المراكز. هناك بالانطلاق الجميل شاهين جمعة بن حميد بن عمه الشامسي، والمركز الرابع. أما رابع المراكز فوصلنا في هذه اللحظات هو رعد لعبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري، وخامس المراكز وصل على المركز الخامس وانطلق في هناك بانطلاقة الطائر بريك بن عقيان بن بريك بن مقدور الغفراني الواصل على المركز الخامس. إذا متابعين الكرام مستمعين الأفاضل، نعود ونهني مالك مشهور من تفرد على المقدمة وأتى بناموسي هذا الشوط جبر بن جاسم بن ربيعة الكواري. هناك ما تشاهدون عبر قناة الريان الفضائية المتابعة لهذه الأحداث الجميلة والتوقيت الزمني المرافق لهذا الانطلاق ولمشهور. 6 دقائق و20 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مشهور جبر بن جاسم بن ربيعة الكواري المركز الثاني. وصل على المركز الثاني مياس عبد الله بالدودة بسويد بن مبارك العامري، والتوقيت الزمني 6 دقائق و24 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس. أما ثالث المراكز فوصلنا هناك مع انطلاقة هذا الشعار المصير من وصل على ثالث المراكز عبد الله بن علي بن حمد الفهيدة المري، والتوقيت الزمني 6 دقائق و24 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل في هذا المهرجان.